ولكن يا جماعه من فضل حضراتكم تخيل حضرتك ان انا عندي مباراه يوم الخميس، هذه المباراه هي اهم مباراه في تاريخ اللاعبين دول، لانها مباراه فاصله قبل وبعد. دايما هنتكلم عن هذه المباراه بالنسبه لهؤلاء اللاعبين. انا بحط ضغط على اللعيبه، انا ما بحطش ضغط على اللعيبه، لان زي ما قلت مليون مره التيشيرت ده، لا حضرتك حط ضغط واتنين وتلاته وعشره، التيشيرت ده لا ده تاريخ بطولات، محدش ينسى التيشيرت ده، محدش ينسى التيشيرت ده يا جماعه. التيشيرت ده مستحمل كتير قوي، وعشان خاطره نستحمل كتير قوي. الناس اتريقت عليا لما طلعت قلت للعيبه، مع ان انا ما قلتلهمش ما تتبعوش والكلام اللي حصل قبل العيد، قلت لهم اتبعوا بس ارجعوا ريحوا. لما اللعيبه، لما الناس عملت كده ايه اللي حصل؟ شفنا الاداء في مباراه فيوتشر. عشان كده انا بقول لهم وبقول للاعبين وبوجه رسالتي للاعبين، مش ما تعيدوش، لا كل حاجه دايما بالعقل بتبقى كويسه، كل حاجه بالعقل بتبقى كويسه الا حاجه واحده بس. وبالمناسبه انا بالنسبه لي جمهور النادي الاهلي ده خط احمر. جمهور النادي الاهلي يعمل اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه. يعني انا، وانا اسف ان انا كل شويه بقول انا، لكن ناس كتير يعني الفتره اللي فاتت دي في ناس كتير بتنتقد اداء بعض اللاعبين جوه الملعب. انا بقول وبوصل رساله لهؤلاء اللاعبين، الجمهور ده هو اللي حطك فوق، فاسمع كلامه، اسمع كلامه، لانه الجمهور ده الوحيد اللي مش مستفيد من اي حاجه، مش مستفيد غير ان هو بيشجع ناديه وبيحب ناديه بس، ما بيحبش حاجه تانية. يعني مش هو الجمهور النهارده هيكسب فهياخد مكافاه، لا، الجمهور بيكسب بيطلع الفلوس من جيبه ويدفع علشان يجي يتفرج على حضرتك، عشان الشعار ده، عشان الشعار ده، مش عشان حاجه تانية. اسلام بيلعب، محمد ابو تريكه بيلعب، الخطيب بيلعب، كابتن خطيب بيلعب، كابتن صالح الله يرحمه، اي حد بيلعب مش فارق، لكن انا رايح اشجع عشان الشعار ده، ده جمهور. فاوعى حد يجي يقول اصل الجمهور معلش يعني بيدوس على، لا يدوس حقه، الجمهور حقه يقول اللي هو. عشان كده انا دايما لما يجي حد يقول لي اصل الجمهور، لا لا لا، الجمهور يعمل اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه، لان جمهور النادي الاهلي جمهور واعي كويس جدا، وعارف هو بيعمل ايه، وعارف هو عايز ايه من اللعيبه دي. هو عايز ايه؟ عايز بطوله. انا اتغلبت امبارح، ده دوري، دوري لسه عندنا ماتشات، عندنا 8 9 10 11 ماتش، مش عارف كام ماتش يقولوا لي، ف 11 ماتش عندنا، 11 ماتش هنلعبهم وهنحاول نكسب ال 11 مباراه. لكن مباراه يوم الخميس ببطوله، يعني ايه؟ يعني يوم الخميس اللي جاي ده احنا هنلاعب نادي الزمالك على كاس مصر، اقدم واعرق بطوله موجوده في مصر. فبالنسبه لي انا كجمهور النادي الاهلي، ودي رساله للعيبه طبعا، بالنسبه لي انا كجمهور النادي الاهلي، يعني امبارح ماشي وحشين مش عارف ايه تعبانين، الاجهاد وده موجود وانا وريته لحضرتك، 150 مباراه في موسمين دولي واهلي، 150 بواقع 75 مباراه. هات لي لعيب في العالم، في العالم مش في مصر، في العالم كله لعب 75 مباراه. ممكن نخش موسوعه جينيس بقى، ما اعرفش نشوف. فهل ده يدي للاعبين عذر؟ الاجهاد يا جماعه بيخلي اللعيب مش قادر يشيل رجله. انا يعني بجد والله العظيم ثلاثه، الاجهاد ده، الاجهاد الذهني والاجهاد العضلي، الاجهاد الذهني بيودي للاجهاد العضلي على طول. وخلي بال حضرتك، انا مثلا بلعب في دوري المجموعات، وانا عارف من نص دوري المجموعات انا كلاعب، وعارف من نص دوري المجموعات ان انا مش هوصل، فما فيش ضغط عليا زي الانديه اللي لعبت قبلينا او المنافسين اللي لعبوا قبلينا، ما فيش ضغط عليهم، وانا عارف ان انا هطلع من نص الدوري، او طلعت اوريدي من نص دوري الابطال، من نص دوري المجموعات في دوري الابطال، وبالتالي ما فيش ضغط عليا، فبالتالي انا مريح. ده في بعض الانديه خدت 40 و42 يوم اجازه. طيب هل النادي الاهلي خد 40 و42 يوم اجازه؟ النادي الاهلي ما خدش 42 ساعه اجازه. والله انا بتكلم بجد، اللعيبه وصلت
لو تتذكروا اللعيبه لعبت خلصت منتخب راحت ابو ظبي كاس امم افريقيا راحوا ابو ظبي لعبوا بعد 24 ساعه كاس عالم انديه سيمي فاينل ذهنيا امبارح. هو ده علي معلول؟ بس علي معلول، علي معلول واحد من افضل اللاعبين اللي لعبوا في هذا المكان ان لم يكن افضلهم. انا بس عشان عاصرت جيلبرتو والله يرحمه محمد عبد الوهاب وكابتن سيد معوض وكابتن جيلبرتو وكابتن محمد عبد الوهاب. لا ف علي معلول ممكن ننتقد اداء علي معلول في هذه المباراه وفي المباريات السابقه، ولكن انا بقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك ان المباراه القادمه لو علي معلول لعب، معرفش انا بتكلم عادي اي حد لو لعب هيؤدي بمليون في الميه من مستواه. وانا بقول لحضرتك لاني اللعيبه شافت الجمهور. افتكر حضرتك كده بالنسبه لعلي، لانه علي الحقيقه تعرض لنقد كبير جدا، ووصلت انا متاكد ان ده من مش جمهور النادي الاهلي، وصلت لاهانه علي معلول على الانستجرام خلاه يقفل تليفونه او يقفل الانستجرام بتاعه. علي معلول افتكر، بلاش مش هفكرك من الاوفر اللي عمله في مباراه الانتاج الحربي من سنتين والحاجات اللي انا فاكرها يعني، لا يوم الثلاث اللي فات علي معلول 1-0 الكره دخلت الجون، محمد فاروق هيدخلها جون، علي معلول شالها من على خط الجون. دي اخر حاجه انا بس بفكر حضرتك بيها. لو الكره دي دخلت ما حدش كان عارف الماتش ده ممكن نكسب، كانت هتبقى 1-1 بالمناسبه، فالماتش كان الكهرب وهتبذل مجهود اكتر، وبالتالي كنت ممكن تبقى تعبان اكتر امبارح من انت من الشكل العام اللي احنا شفناه امبارح.